شهية حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم الشيق دايما وبرنامجكم المميز جدا على قناتكم المميزة جدا، برنامج ساعة شهية. النهاردة يوم عزيز ويوم لذيذ ويوم جميل، غيرنا الأوضاع وقلت أطلع بقى وحدية شوية لكل حبايبي وكل الناس اللي وحشتني وكل الناس اللي بتحب الحلويات وعارفة قد إيه الشيف رائد ابن النيل مهتم بالحلويات. فالنهاردة يوم كله حلويات وحلويات شرقية، جبت ثلاث أنواع من أسهل ثلاث أنواع في الحلويات الشرقية اللي موجودين وبيحبهم كل المصريين. كل المصريين بيحبوا البسبوسة، كل المصريين بيحبوا الكنافة، كل المصريين بيحبوا الحاجات الشرقية الجميلة البسيطة السهلة ديت، خاصة في هذه الأيام. عايزين نتعود بقى إن أنا أجيب أكلي وحلوياتي من مكان مضمون أو أشتغل في البيت، تمام؟ وفي تلك الحالتين لازم المنتج اللي أنا أدخله بيتي لازم يكون مضمون، متغلف كويس، يعني حاجات كتيرة، وربنا يرفع عنا يا رب هذا البلاء. النهاردة هنعمل ثلاث وصفات سهلين لزاز. إيه اللي هنعمله النهاردة؟ هنعمل بسبوسة. طبعا البسبوسة يا جماعة زي ما بقول عليها إيه، السهلة الممتنعة. يعني إيه السهلة الممتنعة؟ يعني سهلة وفي ناس كتيرة ما بتعرفش تعملها. ليه؟ عشان يا إما تنشف منها يا إما تسيب منها يا إما قبل كده ناس اتواصلت معايا وديتهم الطريقة وعملها وكنت معاه هو بيعملها في المطبخ وبرضو الدنيا ما زبطتش معاه، وفي الآخر طبعا أنا فهمته الدنيا وتوصلت معاه ان العيب بعد ما ظبط المقادير والطريقه، العيب كان عنده في الفرن وفي التسويه. فالتسويه يا جماعه والنار عليها عامل اساسي، المطبخ كله ككل هو عامل اساسي لاخراج وجبه ممتازه مظبوطه. انا ممكن عارف المقادير وعملت المقادير 100 100، ولكن التسويه ما ظبطتش معايا، يبقى ممكن العيب مش في الشيف نفسه او مش في ست البيت اللي عملت الوصفه، ولكن العيب في النار، التسويه مش مظبوطه. زي مشاكل الكيك والسبونج، الكيكات كلها يا جماعه معظم مشاكلها، انا بقول لكل ست بيت، معظم مشاكل الكيك والسبونجات اللي بتعملوها في البيوت والطرد اساسها النار، اساسها النار. فانا قبل ما افكر اعمل مطبخ لازم انظر الى معدات المطبخ. معدات المطبخ هي ايدك ورجلك وكل حياتك في المطبخ يا ست الكل. طيب انا مش عايز اسرح كتير، هنتكلم واحنا شغالين مع بعض، وعاوز كل الناس تتواصل معايا على الارقام الواضحه على الشاشه عشان نستفسر، سؤال وجواب سؤال وجواب، واحنا مع بعض طول الحلقه. ظبطوا معايا وحضروا ورقه وقلم، لان انا النهارده هخليك تعملي بسبوسه يعني هخليك تعملي بسبوسه، هخليك تعملي كنافه يعني هخليك تعملي كنافه، هخليك تعملي حاجه كده جميله في الخليج بيقولوا عليها عيون المها يعني عيون الغزلان، في مصر بنقول عليها رموش الست. رموش الست يعني الست معانا في كل حاجه، الله المستعان، ربنا يبارك فيكم. مبدئيا نركز مع بعض، مبدئيا نركز مع بعض. اول حاجه هنتكلم عنها الميزان. يبقى يا جماعه عشان بقول مطبخ اقول حلويات، يبقى الف ب ميزان، الف ب ميزان. الميزان ده هو الضابط. يعني ايه هو الضابط يا شيف؟ يعني المقادير بتاعتنا لازم تتظبط، فعشان تتظبط لازم تتظبط بالميزان. هو ده الميزان اهو، ميزان احنا نحط كده عشان الماركة اهو، ده ميزان. ميزان بسيط ورخيص وموجود في كل مكان. ممكن اجيب الميزان ده بكام؟ يعني سعره بسيط جدا، اللي عاوز يعرف سعره طبعا يتواصل معانا برضو عبر صفحة برنامج ساعة شهية أو عبر صفحة الشيف رائد ابن النيل بعد الحلقة، ويتواصل على الأرقام يسأله. هي ست بيت ما شاء الله عليها، طبعا أنا لسه برتب معاها، عملت المشروع ده في البيت، عملت المشروع ده في البيت. مشروع إيه؟ مشروع الأدوات المنزلية، تنزل تجيب مثلا ب 500 ولا 1000 جنيه حاجات زي ديت، ونبدأ نروجها لها ونساعد بعضينا. أنت تاخدي منها ملابس، أنت تاخدي منها أدوات مطبخ، هي تاخد منك بلاس، ونبدأ نعمل كده جروبات ونتواصل مع بعض عشان نشتغل ونشغل إيه نفسنا. يبقى أول حاجة يا جماعة الميزان، لازم أعمل حلويات الميزان، لازم كل حاجة تكون عندي بالجرام. يلا مع بعض نقول مقادير البسبوسة يا ست الكل. مقادير البسبوسة أول حاجة عندي نص كيلو سميد، نص كيلو سميد بسبوسة اسمه دقيق سمولينا، اسمه دقيق سمولينا، نص كيلو
دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، عندي 3 علب زبادي، عندي ربع كيلو سمنة، ربع كيلو سمنة يعني 250 جرام سمنة، عندي 100 جرام لبن، عندي 100 جرام لبن و3 علب زبادي و125 جرام سكر، 125 جرام سكر، عندنا معلقة بودر هنخليها نص معلقة بودر، هنا نص معلقة بودر يا جماعة، نص معلقة بودر، عندنا الفانيليا، عندنا 100 جرام جوز هند، عندنا فانيليا وعندنا 100 جرام جوز هند، وعندنا الشربات بتاع البسبوسة حاجة بسيطة وسهلة، كوب من الماء مع كوب من السكر يغلي غلوة أو اتنين ويبقى معايا الدنيا حلوة وزي الفل. طب يا شيف قول لنا المقادير ديت بالكوب، لا خليكي في الميزان، خليكي في الميزان. ليه؟ اولا انا يعني مش شايف ان الميزان حاجه صعبه. طب انت ما عندكيش ميزان تجيبيه، ده ممكن ب 60 جنيه ب 70 جنيه تقدري تجيبي الميزان ده، شغال على حجاره صغيره وتمام وزي الفل ويبقى معاك الدنيا زي الفل. اول حاجه يا جماعه البسبوسه عندي سهله وبسيطه، خلاص كده قلنا مقادير البسبوسه سهله وبسيطه. انا بحط السمنه زي ما هي كده بدرجه حراره الغرفه اهي معايا، السمنه يا جماعه بدرجه حراره الغرفه اهي، تمام يعني الجو صيف مش محتاج ان انا ادخلها اهي، ده واحد كده مع بعض، ادي التلات علب زبادي معاهم، اه معاهم دي يا جماعه البسبوسه، واحده واحده كده مع بعض اهو، كلنا كده ماشيين واحده واحده مع بعض. ده اللبن، ده ايه اللبن اهو، تمام اللي احنا قلنا عليه. طيب في حاجه حته حلوه، لو ما فيش لبن ويفضل، ويفضل لو ما فيش لبن يبقى علبة زبادي بحط عليها مية، أنا ده بسميه لبن زبادي، لبن زبادي بتبقى جميلة جدا وبتديني تيست زي الفل. علبة الزبادي نفس العبوة، مية بضربهم على بعض بقى عندي إيه؟ لبن زبادي، تمام؟ الباكن باودر بيبقى أهو، والفانيليا أهي، ده السميد يا جماعة، ده السميد، تمام؟ أدي الفانيليا واحدة واحدة أهي، وأدي الباكن باودر أهو كده على السميد أهو، تمام؟ كده إيه؟ واحدة واحدة ماشيين مع بعض يا جماعة والدنيا معاكم حلوة وزي الفل. ده الجزء الهندي، يبقى احنا هنا حطينا ايه؟ اهو كده نقرب شوية، حطينا السمنة وحطينا الزبادي وحطينا اللبن، وادي الجزء الهندي، وادي ايه؟ جزء الهندي. كله على بعض؟ اه كله على بعض، شفتوا ازاي؟ الموضوع سهل. السكر اهو تمام اهو تمام اهو كده، انا بعمل ايه؟ اهو شايفين كده يا جماعه الدنيا ماشيه معانا حلوه وزي الفل. ازاي هي دي البسبوسه يا شيف اللي تعبانه ومره تطلع ناشفه ومره تطلع والله العظيم يا جماعه ما فيش اسهل من كده. انا قلت لكم السهل الممتنع، ليه تعب نفسك ولازم مش عارف ايه ولازم مش عارف، اهو انت كده عملت البسبوسه، انا كده عملت البسبوسه، انا عملت ايه قدامكم؟ عملت بسبوسه بجد بجد. الشربات بتاعي اهو زي الفل، تمام. ده السميد والباكنج باودر اهي بنفس الطريقه اهو، ما عملتش حاجه. لاحظوا ان انا كل حاجه زي الفل وانا بعيد ودنيتي حلوه وزي الفل معاكم اهو اهي بنفس الطريقه. شايفين ادي البسبوسه يا جماعه، وخلصت البسبوسه معانا، هي دي البسبوسه اللي تعبانه ومره تطلع ناشفه ومره تطلع كده ومره تطلع كده. ايوه اهو خلصت البسبوسه، خلصت البسبوسه. هتعمل ايه تاني يا شيف؟ يعني ما شاء الله عليك، اه والله العظيم دي بسبوسه يا جماعه واحلى بسبوسه وزي الفل، وانا بتكلم يعني ان احنا عايزين نسهل، بس هو الموضوع كله عندي اللعبه في المقادير والنار، اللعبه في المقادير والنار، المقادير والنار يا جماعه ديت الاساس عندي. شايفين يا جماعه انا هعمل ايه؟ ده ايه؟ ده كده ايه؟ ده اللي كنا حاطين في الزبده، اللي كنا حاطين في السمنه بتاعتنا، تمام؟ باخد الباقي ده كده اهو، اهو هو ده اللي اهو. شوفوا عشان ما نرميش حاجه ونبقى احنا ايه؟ زي الفل، الدنيا حلوه وزي الفل معانا اهي. بعمل كده الماده الدهنيه بتاعتي اهو كده، دنيتنا حلوه وزي الفل. خلاص كده يا شيف؟ اه خلاص كده يا شيف اهو، وادي البسبوسه معايا، الدنيا معاها حلوه وزي الفل اهو.
خلصت كده يا شيف؟ خلصت كده يا شيف اهو. يا سلام على البسبوسه يا شيف رائد اهو. تمام، ابدا افرد يا جماعه كده بسبوستي اهي اهي. يا شيف البسبوسه ناشفه معاك؟ اه طبعا ناشفه، تحس ان هي كده ايه يعني، عايز اشبهها لك كده بتشبيه بسيط، بس يا ريت ايه تكونوا ايه معايا يعني في التشبيه ده. حضرتك شفت الرمله؟ الرمله اللي يعني الرمله بتاع المباني، اه هو ده التشبيه. اه الرمله دي لما بنجيب بنحط عليها ميه بتبقى ايه كده، تحس انها ايه لينه كده وتتفرك معاك في الايد. ايوه هو ده، هو ده اللي انا عايزه كده اهو. تمام، لو ناشفه قوي بقى انا ده عندي اللبن اهو باقي، اللي هو ايه لبن الزبادي يا جماعه، اللي هو لبن الزبادي. انا بحاول اثبتها كده واسويها واسويها تبقى معايا الدنيا حلوه وزي الفل. دي بسبوسه يا جماعه زي الفل اهو اهو كده، بسبوستنا خلصت. اظبط بقى كده ايه، احاول يا جماعه بالطريقه دي اضغط على مسام البسبوسه اهو، اضغط على مسام البسبوسه. لو في حاجه مسام كده تتقفل معايا اهو زي الفل. حلو حلو كده تمام. تسلم 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 يا بطل اهو. دي كده البسبوسه بتاعتنا جهزت. انا بقى بعمل كده اهو اهو، واحده واحده كده مع بعض بعمل كده اهي اهو اهو. بقفل كده المسام ده كده كده كده. ليه بقى؟ ما احنا قلنا هتبقى ايه ناشفه كده زي الرمل شويه، ده الايه اللي بيطر الوش بتاعها. تخرج من الفرن يا جماعه تشرب الشربات بتاعها بسرعه، تخرج من الفرن اهو تشرب الشربات بتاعها بسرعه. طيب الشربات يكون سخن؟ اه الشربات يكون سخن. طب الشربات يكون بارد؟ اه الشربات يكون بارد. ازاي ما ترسلك على الحل يا جماعه؟ الموضوع مش انه سخن ولا بارد، الموضوع ان دي لو طلعت كويسه خلاص الدنيا حلوه زي الفل. لو انا سقيتها بارد هي سخنه، بس لازم خروجها من الفرن وتشرب. طب لو سقيتها سخن في مشكله؟ لا، في شيفات بتسقي سخن، انا بسقي سخن مفيش مشكله. طب اسقي بارد؟ اه برضو انا بسقي بارد، يعني ده معاك وده معاك مفيش ايه مفيش ادني مشكله اهي. كده الجرناشه دي اللي بتديني النظام والدنيا. طب يا شيف بقى ايه، احنا كده لو عملناها كده ودخلناها الفرن اه، بس في بقى حته وتست انا عايزك يا ست الكل تاخدي بالك منه. ايه هو يا شيف؟ ان انت لازم تسيبيها بتاع تلت ساعة ولا ربع ساعة. ايه ده؟ هو انا لسه هسيبها؟ لا 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 ما ينفعش الكلام ده. اه ما هو هنا بقى لا ده لازم تستعجليش. يعني مثلا انا لو داخلة اعمل صينية بسبوسة مع اكل اعملها قبل الاكل، قبل تجهيزات الاكل، يبقى واسيبها ادخلها الفرن بعد تلت ساعة. ليه بقى بعد تلت ساعة يا شيف؟ قول لي كده بقى ليه بعد تلت ساعة يا شيف؟ يا جماعة خليكم معايا، البسبوسة معجنات تمام، وعندنا حاجه في اصول المعجنات ان الحاجه لازم تريح، ان الحاجه ايه ده الشربات بتاعها تمام، ان الحاجه لازم تريح. تريح يعني ايه؟ يعني تاخد راحتها. احنا في العجين بالبلد بنقول عايزين نسيب العجين يختمر، وحتى لو ما فيهوش خميره سيبه يختمر، هو بيتفاعل مع نفسه. بيتفاعل مع ايه؟ مع نفسه. يبقى انا اسيبها كده تلت ساعه عشان تبدا تشرب، هي كده شاربه. ناخد اتصال ونرجع نكمل تاني. الشيف شريف اهلا وسهلا بحضرتك. معاك حمادة. السلام يا شيف رائد، اخبارك؟ الو حبيبي حبيبي شيف حمادة، وحشني كتير والله. ربنا يجعل ايامك كلها خير، وادعي للامة الاسلامية كده ان ربنا يرفع عنها البلاء والوباء. امين يا رب. ويا رب برنامج ساعة هي يدنه برنامج ناجح بحسك، ربنا يبارك كل فيك. كل القصة الجميل اللي وراه حبيبي، ربنا يبارك فيك. صديقي يا جماعة وصديق الرحلة الشيف حمادة الشرقاوي، إن شاء الله تشرفنا تاني وترجع لبرنامجك يا حبيبي، برنامج ساعة شهية، لأن دي رحلة بدأناها وإن شاء الله هنكملها مع بعض. وأنا عايزك تقول لنا إيه رأيك في البسبوسة. الله ينور، طريقة ممتازة للبسبوسة. حبيبي وطبعا لمساتك جميلة يا شيف رائد، أنت متقن جدا في الحلويات، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك فيك. وأهم شيء إن أنت بتطلع أي حاجة من تحت إيدك، الجمهور والساده المشاهدين
ربنا بيستمتعوا بيها وبيعرفوا ينفذوها بسهوله. ربنا يبارك فيك. ده الطريقه الكويسه للسيف المتميز زي حضرتك. حبيبي تسلم لي، تسلم لي يا شيفنا، يا ربنا يبارك فيك، وان شاء الله تعود الايام تاني بقى وربنا يرفع عنا هذا البلاء، وتشرفنا ان شاء الله في برنامجك يا حبيبي. يا رب يا شيف رائد، ربنا يجعل ايامنا اللي جايه كلها ايام خير على الامه الاسلاميه كلها. امين يا رب. ويرفع عنا البلاء والوباء. امين يا رب. ويا رب نشوف افضل حاجه من كل المتميزين على القنوات الفضائيه اللي يفيدوا بيها الجمهور ويفيدوا بيها المشاهدين. ربنا يبارك في حضرتك. تسلم، تسلم حبيبي، ربنا يبارك شكراً فيك. شكرا. صديقي العزيز واخويا الكبير الشيف حماده الشرقاوي، ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله تعود الينا باذن الله لبرنامج ساعه شهيه ونبدا ننطلق من جديد. كده يا جماعه دي البسبوسه، فهي في ميه دخلت على عجين، في زبادي، الزبادي دي عباره عن ميه، ولبن دخل على ايه اللي هو الدقيق، فامتص الدقيق فنديله شويه بقى يتنفس، ياخد نفسه، فتبدا السميد يرجع تاني يتشرب الميه، وبعد كده ايه يتنفس الهواء بتاعه، ايه يحصل كده ايه يعني حاجات حلوه، يحصل تنفس ويحصل اختمار شويه كده والدنيا وتاخد راحتها. تمام. اشيل بقى البسبوسه واخش على الوصفه اللي بعد كده. الوصفه اللي بعد كده برضو معانا بسيطه وسهله. البسبوسه طب اروح ادخلها الفرن، بس ايه زي ما اتفقنا هنسيبها مع بعض تلت ساعه اهو، خليها كده معانا هنا اهو. تمام زي الفل كده، خليها شويه يا جماعه. واحنا طبعا مجهزين، احنا مجهزين، شرحنا كده يا ست الكل تسوي. طب مشاكل البسبوسه ايه في السوى يا جماعه؟ مشاكل البسبوسه ايه في السوى يا جماعه؟ مشاكل البسبوسه ان انا ايه، ان انا زي اول حاجه لازم اسيبها تريح، تاني حاجه درجه حراره الفرن عندي لازم تكون متظبطه، ويا ريت ويا ريت لو مستطيعين ان احنا نجيب فرن مخصص للحلويات، يعني الفرن اللي هو بيبقى في البوتاجاز ده كويس وتمام التمام، بس مع اللي يتعامل معاه، مع اللي يتعامل قوي يعرف يتعامل معاه ونجرب. وبقول للست الكل ما تيأسيش لو باظت منك المره دي، طلعت بنسبه 60%، المره الجايه 70%، المره الجايه 80%، كلنا كده، ما حدش بيتعلم من اول مره، لازم عندك اخطاء. عندي اخطاء، ولكن الصح الانسان اللي بيتعلم من اخطائه، اللي يكافح، اللي يداوم، اللي يصبر، اللي ايه اللي يصبر ويستمر ويكافح، ويعرف ازاي يتعايش مع المحن، ويعرف ازاي يتعايش مع الجو، ويعرف ازاي يتعايش مع الناس، ويعرف ازاي ان الحياه والدنيا تساع الكل، ان الحياه والدنيا تساع الكل، تساعني وتساعك وتساع الصغير والكبير، وكلنا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنقوم وهننهض، وهتبقى الدنيا معاكم حلوه وزي الفل. ام اسلام من الاسكندريه، اهلا وسهلا يا ست الكل. الله يبارك لك، الله يخليك، سلم ايديك على كل حاجه. ربنا يبارك في حضرتك، اهلا وسهلا. الله يبارك لك يا حبيبي، الله يبارك لك يا حبيبي. ربنا يبارك في حضرتك. بس عايزه من حضرتك حاجه. اتفضلي. عايزه بس ان انا عايزه منك اي حاجه او اي حد سامعني، بس اجيب علاج لرجلي يكرمك يا حبيبي. امريني امريني يا امي، المطلوب بالظبط. الله بالزبط. يبارك لك. علاج، عايزه علاج لرجلي والله، مقدر بسيط. حضرتك حضرتك حاله مرضيه صح؟ ايوه يابا. طيب أيوة تمام حبيب. ممكن تقولي مشكلتك، انا ما عنديش مانع، يعني لعل الله وعسى حد يسمعنا ويتواصل معانا. الله يبارك لك يا حبيبي، اكيد بس علاج لرجلي يكرمك حبيبي. طيب العلاج ده تكلفته قد ايه يا امي؟ والله ما اعرفش يا ابني، ده هو في الروشيتا اهو. العلاج تكلفته قد ايه؟ بقول لك هو في الروشيتا. في الروشيتا. مش عارفاه ولا عارفه اسمه. لا يا حبيبي. طيب لا والله. ان شاء الله يعني الكنترول دلوقتي حد هيتواصل معاك يا امي، هياخد منك الرقم وبعد الحلقه هتواصل معاكي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نجيب لك العلاج وتبقى الدنيا معاك زي الفل. تحت امرك. الله يبارك لك، الله يبارك لك يا حبيبي، الله يبارك لك. تمام. ما تحرمش منك يا حبيبي. هتقفلي معايا دلوقتي وترني تاني على نفس الرقم، هتتواصلي مع الكنترول هم هيكلموكي بجد. ماشي يا حبيبي. ماشي يا امي، تحت امرك، وربنا يشفيك يا امي ويبارك فيك. ربنا يكفيك. يلا دلوقتي احنا هناخد وصفه، عندنا وصفه مميزه جدا هنبدا بيها. ايه يعني تاني وصفه عندنا حاجه اسمها رموش الست. رموش ايه؟ رموش الست احنا بنقول في الخليج قالوا عليها عيون الغزلان او عيون المها. عيون الغزلان او عيون المها عباره عن ايه يا شيف؟ عيون المها ديت او عيون الغزلان او رموش الست، الله المستعان. انا لا 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 يا جماعه ديت ولا ايه يعني
هنقول دلوقتي مع بعض ايه. حد في الكنترول بيسالني بيقول لي ديت بلح الشام دي ولا ايه؟ لا ده نوع من نوع الحلويات الشرقيه، مميز جدا وبسيط جدا وحاجه كده بتدوب وبسيطه ولذيذه وسهله وجميله. اهو شفتوا احنا عملنا ايه في البسبوسه؟ ارجع واقول تاني يا جماعه، الموضوع سهل وبسيط بس عايز تنظيم والله. الميزان اساسي، المقادير بتاعتنا. طب نقول المقادير، نقول المقادير مع بعض يا جماعه ونرجع نشوف وصفتنا. نص كيلو دقيق، واحده واحده اهوت انا هقول معاكم المقادير. نص كيلو دقيق، يا ريت نكتب، واللي ما يكتب واللي يعني مش بيكتب بسرعه ومفيش ورقه وقلم دلوقتي يشغل الموبايل يصور دقيقه ولا اتنين اللي انا هقول فيهم المقادير دلوقتي ويرجع. يعني الموضوع سهل وبسيط. نص كيلو دقيق، 300 جرام زبده، 50 جرام سكر ناعم، 50 جرام سكر ناعم، 50 جرام سميد من بتاع البسبوسه، 50 جرام سميد من بتاع البسبوسه، نص باكو باكن باودر، نص باكو باكن باودر، 4 بيضه، رشه فانيليا، صفار بيضه. يبقى هنجيب 4 بيضات كاملين وصفار بيضه بنشيل منها البيض ليه اللي هندهن بيها بعد ما نخلص. اقول المقادير مره ثانيه يا جماعه. نص كيلو دقيق، 300 جرام زبده، 50 جرام سكر ناعم، 50 جرام سميد اللي هو دقيق البسبوسه، 50 جرام جوز هند ناعم، نص باكو باكن باودر، 4 بيضه، رشه فانيليا، صفار بيضه. يلا يا جماعه كده مع بعض نشوف هنعمل ايه والدنيا معاكم حلوه وزي الفل. اهو ادي واحد نزلت بالزبده. بصوا برضو هنا ايه، في فرق بين الزبده وبين السمنه. في فرق بين الزبده وبين السمنه اهي كده اهي، واحده واحده مع بعض. طيب انا معاكم واحده واحده يا جماعه اهو. تمام هنشوف كده، ادي الزبده بتاعتي اهي، درجة حرارة الغرفة معايا اهو. تمام يا استاذ رمضان من البحيرة، اهلا وسهلا باهل البحيرة. الو ازيك يا باشا؟ الله يبارك فيك، ازاي حضرتك يا استاذ رمضان؟ طيب وحضرتك؟ طيب امرني. كلنا بنحبك يا باشا والله. الله يبارك فيك وانا بحبك برضه. انا عاوزين تبقى عامل الفراخ المشوية يا باشا. المشوية عيني. حاضر، انت بتحب الفراخ المشوية؟ عيني. حاضر، عند حضرتك اي سؤال تاني؟ ايوه. تسلم تسلم، اتفضل. تابع معانا يا حبيبي البسبوسه ورموش الست واجاوبك على وصفه الفراخ المشويه. يا ريت حد يفكرني يا جماعه، ده السميد، انا حطيت الزبده وده السميد. يشترط الترتيب؟ لا والله ما يشترط الترتيب يا جماعه. وده ايه؟ وده جوز الهند. انا بقى وازن ومظبط حالي يا جماعه وانتوا عندكم الميزان. ده ايه؟ ده باكن باودر وفانيليا. اهو ده السكر، هنا السكر بيكون باودر يا جماعه، سكر ناعم اهو. تمام كل حاجه موزونه وزي الفل. تمام ده البيض، ده البيض. اخر حاجه عندي الدقيق. خلاص كده؟ والله هي الوصفه كده والله، وزي وحلوه وزي الفل كده. خلصنا وصفتنا، وده صفار البيض هيبقى معايا في الاخر. اشيل ده بقى كده ونشوف دنيتنا هنعمل فيها ايه مع بعض يا جماعه. اهو تمام اهو كده اهو، واحده واحده نبدا نقلب اهو. مفيش اسهل من كده عندنا. ده ما كده ما اختلفتش حاجة عن البسبوسة. ما اختلفتش حاجة عن البسبوسة، بس مقاديرها مش زي مقادير البسبوسة، فيها سميد بسبوسة اهو. تمام زي الفل كده يا شيف اهو كده، واحدة واحدة مع بعض. تمام اتأكد بس ان كله ايه اتدرب في بعضه، مش ناقص معايا غير البيض اهو. وادي البيض، وادي ناقص معانا الدقيق اهو. انا وازن ما خافش طالما خدت المقادير. تمام ما خافش طالما خدت المقادير ما خافش اهو، هي هتبقى معايا زي الفل اهي طالما حطيت المقادير صح. بجد يا جماعه ما تخافوش اهو، واحده واحده كده مع بعض. تمام اهو زي الفل. خلاص ابدا بقى اعرف ان الدقيق خلاص لم فيها، لميت الدقيق، اشيل المعلقه وانزل بقى بايدي. خلاص هي كده هتبقى معايا متجانسه، مش علامتها انها مظبوطه، انها مش هتلزق في اليد، مش هتلزق في اليد كده. مظبوطه يا شيف؟ كده مظبوطه يا شيف اهو، مع بعض كده اهي. اخدمها بقى كده واظبطها اهي، نبعد الميزان كده شويه عشان نوضح للساده المشاهدين اهو. طيب اخدمها يا جماعه اهي، وهي اتظبطت مع نفسها اهي. اخلص كده بقى، الم الدنيا أهو. كل حاجه زي الفل اهي.
معانا اهو. انا مش هروح بعيد اهو يا جماعه، انا معاكم اهو. تمام، ادي العجينه بتاعتي قدامكم اهي، خدتها اهو، شايفين اهو. تمام اهي، مفيش اي حاجه اهي، هي كده تمام زي الفل. خلاص دي وصفتي، دي وصفتي اه خلاص دي وصفتي. شايفين يا جماعه معايا اهي، خلاص دي بقى اهو. استاذه عزه اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا باهل الاقصر، اتفضلي. مسكينا على صنف رموش الست. ربنا يبارك في حضرتك. انا الصراحه كنا محتاجين مقاديره. اهو معاك مقاديره اهو، كتبت المقادير؟ لو سمحت انا كنت عايز اعرف الميزان من فين حضرتك. عيني حاضر، عيني حاضر، ان شاء الله ان شاء الله. يعني اقفلي واتصلي تاني وسيبي رقمك في الكنترول وانا هقول لك هتجيبيه منين، عشان بس عشان ايه موضوع الالات هيتواصل معاك ان شاء الله ونجيب الميزان. يعني اقرب حد في الاقصر ان شاء الله يوصل لك الميزان، مفيش مشكله ان شاء الله، عينينا حاضر. تمام، ولو عايزه اي منتجات تانيه تبع المطبخ ان شاء الله ان شاء الله، يعني خلال اليومين الجايين دول هيكون معانا ارقام ناس هتظهر للكاترينج البيتي، هيكون معانا ارقام ناس هنعلن عنها للي عاوز وجبات صحيه، وجبات دايت، وجبات مضمونه، كل ده ان شاء الله بنجهز له وبنحضر له، بس بنرتب شويه عشان نعرف لو حد اتصل من الاقصر زي حضرتك وطالب حاجه نقدر نوفرها له ونتواصل معاه. يبقى الموضوع في موضوع ايه؟ تكافل اجتماعي، في موضوع ايه؟ ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت من الاقصر وانا من القاهره، انت من اسوان وانا من الجيزه، نبدا نتواصل مع بعض. ام ياسمين من الاقصر اهلا وسهلا بحضرتك. حي الله اهل الاقصر. ربنا يبارك في حضرتك، تحت امرك، اتفضلي. انا معاك، اتفضلي. احنا من الاقصر يا سيف، ازيك؟ اهلا وسهلا باهل الاقصر، حي الله اهل الاقصر. وطينا التلفزيون شويه يا ريت، ونتكلم من التليفون. وطينا بس التلفزيون شويه ست الكل، وانا معاك اهو، اتفضلي. طيب ام ياسمين معلش بعتذر لك، هروح لفاصل وبعدين ارجع معاكم نواصل. اوعوا تروحوا في اي حته ولا تغيروا المحطه. السلام عليكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، مع بعض نواصل وندردش. وبقول للست اللي كانت بتتواصل بيا قبل الفاصل على رموش الست، هي دي طريقه رموش الست، وقالت ان انا كتبت المقادير. تمام يا جماعه، شايفين طلعت عامله ازاي اهي، بجد مش محتاجه حاجه والله اهي، خلاص هي دي رموش الست. باخد بقى قطعه كده على حسب الكبر اللي انا عايز اعمله معايا، وبعملها كده اهي بطريقه بيضاويه كده اهي، يعني بحاول اخليها مثلا ايه صغيره كبيره، ده في ايدي انا اهو، بلفها كده تمام، وبخليها على هيئه الرمش، على هيئه ايه، على هيئه الهلال كده، زي الرمش. ام ياسمين من دمياط، اهل دمياط، اهلا وسهلا. لو سمحت اتفضل، عايز اكلم الشيف. الشيف مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا شيف، اتفضلي. انا عندي 5 ايتام وبجهز بنش كبيره وعايز مساعد. حضرتك بتكلميني على اساس ان انت عندك 5 ايتام والمصاريف صعبه عليكي شويه؟ بجهز بنتك كبيره، عايزه مساعده بس اللي جهز بنتك كبيره. طيب حضرتك منين؟ من دمياط. من دمياط، طيب يعني يعني اقفلي دلوقتي ورني تاني الكنترول، بس سيبي رقمك وانا هتواصل معاكي واقول لك احنا هنعمل ايه ان شاء الله. ان شاء الله لو ما قدرتش انا بشخصي الشيف رائد اقدم لك حاجه، باذن الله اتواصل مع اهل ناس خير كتير اللي هم بيتواصلوا معايا، ونقدر نساعدك بقدر المستطاع. مش المهم ان انا اجيب لك الجهاز كله، المهم ان انا اتواصل معاكي واديك الدعم باي طريقه من الطرق. وبقول يعني الموضوع اتفتح وحده، وبقول كل الناس اللي حابه اللي سمع البرنامج وشافت حاله امي اللي من الاسكندريه ديت وعايزه العلاج، لو حد قادر يدعم او حد قادر وعاوز يتواصل معاها ويودي هو بنفسه، يا ريت يكلمني، يا ريت يتواصل معايا طبعا عن طريق صفحه البرنامج، برنامج ساعه شهيه، او يتصل بينا دلوقتي
ويقول انا وصلوني بالست بتاع الاسكندريه، احنا نقدم الخير لبعض، احنا اولاد البلد دي، احنا لازم نشيل بعض في الزنقات. واعلم واعلم علم اليقين ان انت لو انفقت جنيه ربنا هيرده لك 2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه وما انفقتم من شيء وهو يخلفه سبحانه وتعالى. فانت انا بقول لك وواثق وعندي احساس وان شاء الله حد هيتصل ويقول انا هجهز الست دي، هجهز بنت الست دي من دمياط باذن الله، وهنجيبها معانا وفي برنامج ساعه شهيه وعلى قناه الصحه والجمال، ونقول الست بنتها اتجهزت، والست بتاع اسكندريه برضه امي ربنا يشفيك يا امي ويجازيك خير، وان شاء الله هوصل لك وباذن الله اصور معاكي واجيبك هنا في برنامج ساعه شهيه وتقولي اني اسره برنامج ساعه شهيه ساعدت، اني قناه الصحه والجمال ساعدت. المهم ان احنا نساعد بعض مع بعض كده يا جماعه. يلا ادي رموش الست اهي. تمام استاذ مدحت، كابتن مدحت اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك ابو حبيبي عماد من الفيوم الشيف، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني يا حبيبي. ربنا يخليك، الله ينور يا باشا، وتسلم ايديك على كل اللي بتقدمه لنا. تسلم يا حبيبي، تسلم، ربنا يبارك. ايه رايك في رموش الست النهارده؟ والله يا باشا تسلم ايديك، وربنا يجعلني ان شاء الله يعني عملك الطيب ده خلص في ميزان حسناتك. امين يا رب. امين يا رب العالمين، امين. والله انا كنت من شويه سمعت الست المداخله دي، وبصراحه يعني حضرتك كبرت في نظري اكتر واكتر، وربنا يكرمك اكتر واكتر، وان شاء الله تلاقي اهل الخير اللي يساعدوك ويساعدوا الست دي ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، تسلم لي. انا يكفي عليا الكلمتين دول منك والله. يا باشا ربنا يبارك فيك، انت حد جدع وتستاهل كل خير والله. ربنا يبارك في حضرتك. ممكن اطلب من حضرتك طلب كده؟ اتفضل اتفضل. عينيا ربنا يخليك العفو. عايزين نعمل المندي في البيت بعد اذن حضرتك. المندي في البيت؟ حاضر. حضرتك شيف يعني ولا حضرتك ايه؟ اه انا شيف. اه انت شيف؟ اه يا باشا ان شاء طب الله. طب ما تيجي تعمل لنا المندي انت بقى. لا 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 انسى انسى انسى، انت تسيب رقمك في الكنترول وتتواصل معايا بعد الحلقه ونعمل المندي، مش هسيبك. ربنا يخليك يا باشا، ده شرف لينا، ربنا يعزك. تواصل تواصل معايا يا حبيبي، وان شاء الله نعمل لك المندي ان شاء الله. الرد في الحلقه باذن الله ان شاء الله. باذن الله يا حبيبي، تسلم لي. تسلم حبيبي. استاذ احمد من البحيره اهلا وسهلا بحضرتك. يا معلش طولنا عليك يا استاذ احمد، اتصل بينا تاني معلش، احنا متاسفين ليك. يلا يا جماعه اهو انا كده عملت كام، 5 6 7 8 9 10 اهو مع بعض، عايزين نشوف هي الست دي بتتعمل ازاي، رموش الست دي بتتعمل ازاي. شايفين اهي، بصوا مدام انا بمسك العجينه كده، العلامه المميزه اولا العجينه مش لا بتلزقش في الايد وشغاله اهي وزي الفل. امسك العجينه كده، دي علامه ان هي مظبوطه وتمام، بعملها كده كده. لو هي مش مظبوطه تفرق مني. كابتن مدحت من الدهليه اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا كابتن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشة يا مولانا، مش عارف بقول لك يا شيخ ولا مولانا ولا شيف ولا حبيبي، كل حاجة فيه عليك يعني. ممكن تقول لي يا مولانا الشيف. والله يا حبيبي على العمل اللي انت بتعمله دي، بعيدا عن كده انت راجل، شكلك راجل محترم وشكلك راجل خير ربنا يبارك بلد وجدع، وانا عشان كده كلمتك عشان اسمع صوتك. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، انا متشكر جدا حبيبي. ودعمك ده ليا والله العظيم. على ما شاء الله ومنور دايما كده يا حبيبي. على راسي والله، كل حلقه منتظرك والله. على راسي يا حبيبي، على راسي. تسلم لي. تسلم. بس سؤال بس لو سمحت. اتفضل 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 مع حضرتك. انا حكم كره قدم، المفروض ان انا اكل الشوفان، بس انا مش عارف يعني اكله معينه او مثلا ليه كذا طريقه. حضرتك بتشرب او بتاكل بالطبق كده؟ حضرتك عاوز حاجه يكون فيها شوفان؟ لا هو الشوفان يا فندم موصوف لي، بس انا مش عارف اكله افضل ولا اشربه افضل. طب لو اكلته اكله بيعمله ازاي؟ بس انا اقول لك بعض الوصفات اللي فيها الشوفان. تمام، صحيه يعني اللي هي فعلا فيها بروتين وكده. طيب خلاص، اوعدك بقى ان احنا نرتب لحلقه صحيه، انتظرنا بقى، ايه رايك؟ حاضر. شو حضرتك حضرتك كابتن كابتن في ايه، ولا حاكم ولا حكم؟ انت قلت لي حكم. لا انا كده كده يا فندم حكم كره القدم، وعندي حلقه الجمعه الجايه عندك في القناه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب حبيبي تسلم لي، تسلم لي، بالتوفيق دايما. اجاوبك ان شاء الله يا حبيبي. هقدم عليك دلوقتي باذن الله، معاك معاك في الحلقه ان شاء الله. شكرا شكرا. تمام حبيبي حبيبي كده يا جماعه. احنا يا ام كريم اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ وازاي كريم؟ ازيك شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ام كريم ازاي حضرتك؟ حياتك كلها جميله والله. ربنا يبارك فيك، حضرتك الاجمل بتتصلي بينا، ربنا يبارك في حضرتك، اتفضلي. ب...
معلش يا سيف انا ليا طلبين. اتفضلي اتفضلي مع حضرتك والله سامعك. اول حاجه انا عايزه اعمل مشروع حلويات. ممتاز جدا جدا. وعايزه الميزان ده اللي بتقول عليه. نعم عايزه الميزان وعايزه تعملي مشروع حلويات. تمام تمام باذن الله. يعني هتواصل معاك بعد الحلقه. انا مبسوط جدا جدا يا جماعه ان بدانا يبقى في تفاعل، بدانا الناس تتحرك، بدانا الناس تشتغل. اهي الست بتقول عايزه اعمل مشروع الحلويات. ممتاز جدا. عندك صفحتنا، صفحه برنامج ساعه شهيه. تمام اتواصلي معايا بيها، وبرضه بقول لك سيبي رقمك في الكنترول وهنبدا نتواصل مع بعض. تواصلي معايا بعد الحلقه اقول لك تعملي ايه ونبدا نشتغل ان شاء الله. وباذن الله انا كمان نستضيفك هنا في حلقه ونقول ان انت بدات مشروعك والدنيا معاكي حلوه وزي الفل. وبرضه اكلمك اقول لك ابقى اوصلك ان شاء الله باللي شغال في الادوات المنزليه يوصل لك الميزان. تمام تحت امر حضرتك. شكرا ليك وشكرا لاتصالك وانا سعيد جدا يا جماعه. انا مبسوط جدا ان في تفاعل بجد. عايزين نشتغل، عايزين نتحرك، عايزين ما نقعدش ونسلم. لازم نقابل قضاء ربنا سبحانه وتعالى في هذا البلاء بالرضا ونرضى ونتعامل معاه مع انه امتحان من ربنا. ده امتحان وابتلاء واختبار من ربنا. هنعمل ايه؟ لازم نكون ايدينا في ايدين بعض. لازم يا جماعه نلتزم التعليمات، لازم نلتزم تعليمات وزارة الصحة، لازم نلتزم تعليمات وزارة الصحة، لازم نساعدهم على إن اللي ملوش حاجة ضرورية ينزل ليها ما ينزلش، قادر يقضي كل شغله على الموبايل وعن أونلاين وطريقة التواصل الاجتماعي ممتاز جميل. نشتغل كده، نحاول نبعد عن الازدحام، نحاول إيه نتعامل مع الناس كلها على ان انت المصاب مش عاوز حد يتأذي منك. انت شخصك المصاب عشان ما حدش يتأذي منك. ما يزعلش، مش هيزعل لو وصلت له احساس ان انت خايف عليه. مش هيزعل منك لو وصلت له احساس ان انت خايف عليه. مش هيزعل منك. تمام والله يا رب يعين الجميع وكده يعين الجميع وكده بنعمل رموش الست يا جماعه. اهلا وسهلا باهل الفيوم. الو 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 اتفضل مع حضرتك. الو ايوه انا معاك والله سامعك. يوطي بس التلفزيون شويه وكلمني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت سامعني ولا لا؟ الو طيب ماشي. ممكن بس يا ريت ايه الصوت بتاع حضرتك. سامعك للاسف. مش سامعني؟ طيب ماشي. حاول تقفل وتتصل تاني، ممكن يكون خطا في الشبكه. استاذ احمد معانا اتفضل. معلش يا احمد حضرتك كنترول بيبلغني ان انت اتصلت كذا مره وللاسف يعني الخط بيقطع وايه. تمام التمام. ويعني اتصل بينا تاني هندخلك ان شاء الله. تمام. واحنا كده يا جماعه الدنيا معانا حلوه وزي الفل اهي. تمام وان شاء الله كده بنعمل رموش الست. تمام. السلام عليكم يا ام حسام. ام حسام معايا؟ اه اتفضلي. انا سامع حضرتك. ده اسمي محمد. انت اسمك محمد؟ اه تمام. ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. امرني عايز ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله انا معاك اتفضل. عاوز مقادير بلح الشام. مقادير بلح الشام؟ اه حاضر. عينيا ليك يا محمد. عينيا. زكريا اهلا وسهلا بحضرتك يا زكريا. الو زكريا. الو معاك يا استاذ زكريا اتفضل. انا اسمعك بوضوح، هل تسمعني؟ شايفنا جميل. ازاي حضرتك حبيبي؟ ربنا يبارك فيك اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. متشكرين جدا على الاطلاله الرائعه المتميزه دايما والتالق اللي احنا دايما بنشوفه دايما مشرفنا على قناه الصح والجمال. حبيبي يا هندسه الباشمهندس زكريا ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك ودايما يا رب كده نسمع عنك كل خير ان شاء الله وموفق دائما. وعايزين المزيد من الحاجات الجميله اللي بنشوفها كل يوم ان شاء الله. باذن الله باذن الله احنا معاكم وتحت امركم يا جماعه. وان شاء الله الدنيا معاك حلوه وزي الفل
ومتشكر جدا لدعمك واتصالك ليا يا باشمهندس زكريا. ربنا يبارك في حضرتك. دايما يا رب، ربنا يبارك فيك حبيبي. تسلم لي، ربنا يبارك في حضرتك. عند حضرتك اي سؤال؟ ربنا يبارك في عمرك. تسلم. تسلم، ربنا يبارك في حضرتك. طيب تمام زي الفل كده يا جماعه. ايه عشان إيه الوقت بتاعنا كده، خلصنا رموس الست. رموس الست تمام اهي. هتقعد 3 4 5 دقائق مش اكتر، 3 4 5 دقائق مش اكتر، وايه وتدخل الفرن اهو. بعمل ايه؟ ده البيض ما عملتش فيه حاجه، ده صفار البيض اهو، بقلبه كده. ده صفار البيض اهو، ده صفار البيض، وبعمل كده اهي واحده واحده كده معايا اهي. بس هي دي خلاص كده الرموش الست تستوي تمام معانا اهو. تمام، احنا بقى ايه مجهزين ومسويين مع بعض بقى يا جماعه، نسوي براحتنا ونكمل مع بعض ان شاء الله يا جماعه. نبدا التفاعل باذن الله، باذن الله، ونبدا بقى نجيب الناس اللي عندها المشاريع وعايزه تشتغل وعايزه تطلع معانا وعايزه تظهر، ونتكلم ونبدا نتواصل مع بعض، وتبقى الدنيا معاكم حلوه وزي الفل. وده شعار برنامجنا يا جماعه اهو. كده خلاص، كده خلاص انا معاكم اهو، كده الدنيا حلوه وزي الفل. ابدا اتحرك بقى واخد وصفتنا الاخيره. مش تاخد معايا ايه 3 4 دقايق. العباره عن ايه؟ عباره عن الكنافه معانا اهي كده اهو. الكنافه عباره عن ايه اهو؟ عن 1 2 3 بس. 1 2 3 بس هنغير. يلا كده نكتب مقادير الكنافه يا ست الكل مع بعض. نكتب مقادير الكنافه يا ست الكل مع بعض اهي. تمام، دي مقادير الكنافه. مقادير الكنافه ايه؟ عباره عن ايه؟ نص كيلو كنافه، نص كيلو كنافه بنجيبه وندخله الفريزر لمده يوم، لمده ساعتين، لمده 3، المهم يفرز، المهم يفرز. تمام، نص كيلو كنافه يفرز، بعد ما بيفرز بطلعه وافركه. معانا 100 جرام زبده، معانا مكسرات اللي احنا حابينها، مش هنقول ايه او المكسرات ايه، انا النهارده الوضع مختلف معايا شويه، جايب حلاوه طحنيه مع 50 جرام سكر. السكر هنا يعني مش بالظبط، السكر هنا يعني ايه مش بالظبط. هنعمل ايه وهتعمل ايه يا شيف؟ يلا ورينا. هاخد من وقتكم كده ايه دقيقه اهو بس. تمام، انا هحط ايه شويه كنافه هنا. الكنافه طبعا استنى يا جماعه، في الوقت ده لازم نبقى حريصين واحنا شغالين في المطبخ اهو. ما ينفعش اشتغل من غير ما البس كلافز واكون مامن نفسي اهو. تمام، لازم كده يا جماعه نهتم بايه بالنظافه الايام دي في المطبخ شويه اهو. تمام، مقادير الكنافه يا جماعه، المهم مش مقادير، ادي شويه كنافه اهم. الكنافه ديت قاعده في الفريزر. تمام، حضرتك تيجي بقى تحطها في الفريزر. تمام، وتجمد وبعد كده تطلعها تفركيها. ادي حبه سكر اهم، شايفين قد ايه اهم؟ دول حبه سكر بس كده. بس كده. تمام، الزبده معايا او السمنه معايا. تمام اهي، سمنه هنا، حبه سمنه كده اهو اهو، درجة حرارة الغرفة. تمام، وتبقى معانا الدنيا حلوة زي الفل. وبقلبهم كلهم كده في بعض اهو اهو. تمام تمام تمام، وبدهن هنا الصينية اهي زبدة، وبقول لكم معاكم الدنيا حلوة وزي الفل. وبنزل كده. ايه السرعة دي يا شيف؟ بجد، يلا يا جماعة هي دي سرعتنا، ودي طرت الكنافة معانا اهو. تمام، وبعد كده بدخله الفرن وبسويه، وبتطلع معايا بحط عليها من فوق حلاوه طحينيه. حلاوه طحينيه وعسل، حلاوه طحينيه وعسل، وده طرت الكنافه معانا. ده عسل ابيض نحل اهو، ودي حلاوه طحينيه. بقلب الاثنين مع بعض في الصينيه عندي، واحطهم من فوق كده، وتبقى الدنيا معايا حلوه معاكم وزي الفل. وانا كده بقول لكل الساده المشاهدين انا تشرفت بيكم، والنهارده كانت حلقه جميله وحلقه مميزه. ديت البسبوسه بتاعتنا بعد ما استوت اهي في دقيقه، وبعد كده اهي دي البسبوسه يا جماعه بعد ما استوت. احنا طبعا نسوي بقى براحتنا، احنا مجهزين وخدنا الطريقه وتمام، والدنيا معاكم حلوه وزي الفل. دي البسبوسه الجميله، ودي عيون المها او رموش الست او عيون الغزلان. تمام، ودي الكنافه بتاعتنا الجميله اللي احنا لسه واخدين طريقتها دلوقتي، تحفه وجميله. ويا جماعه بقول لكم الدنيا معاكم حلوه وزي الفل،
وانتظروني يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة التاسعة على قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.